إذا صار زايد ما رجع بالكلينكس، أمسح الجدار الخارجي زين. إذا صار زايد فوق النصف، هاي اللي هنا أنا على نصف، إذا صار زايد يا أما على جلوفز بلاستيك يعني مو قطن، لأن القطن يسحب أكثر. يسحب بالبلازما على حساب الخلايا، بالتالي راح يغير لي. فأما على بلاستيك على نايلونة أو على جلوفز، وأرجع قطرات إلى أن تنضبط الحد الإشارة. هذا خاص إشارة أي بالضبط. لا والله يراد لها سحب شوية بال يعني بالحلق شوية، لازم يسحب. هاي نص ضبط. بعدها بعدها راح اخذ محلول شوية مال هايمس سوليوشن وكمل الماء للعلامة 101. هذا المحلول برا ما اسحب راح اهمله، يعني ما اكمل بيه، ما رجع نفس الكونتينر لانه يسبب لي فتح خلل. شو اسمه دكتور؟ الهايمس سوليوشن. هذا هسه العلامة 101، هاي 101 الفوق، هاي الخط الاحمر. والباقي راح أهمله. الشيكينج مو هسه لمدة 3 دقائق بس، مو هالشكل في الزمن. سد لي اياها هاي منا وسد لي اياها منا حتى لا يخرج السائل، لأنه نوبات تسوي شيكينج بيدك وتباوع السائل كله واقع ساقط من عندك. هاي مفتوحة؟ لا سادها بيدك، هاي سادها. هاي المدة 3 دقائق برهناك نظيف. احنا نريد هالشكل، يعني ما بي شوائب، لان الشوائب شو تصير عندي؟ الشوائب تبين على شكل خلايا، بالتالي انا لازم انظفها بصورة صحيحة. ما استخدم قطن بالتنظيف، لان القطن ايضا يترك لي شوائب. افضل هاي مال تنظيف النظارات نهسها شوية ناعمة ونظيفة، ما تترك لي شوائب. لا ما في عادي، بس باتجاه واحد. قط الكلينكس هم زين، يعني انا جربت الكلينكس هم زين. بالصدرية هم زين. الكفر سليب ايضا انظفه من الجهتين، ما استخدمه لان هو اصلا بيفد ماده دهنيه، بيفد ماده دهنيه تصير من جيبه، ايضا يتنظف الصوره صحيحه. اخذ قطره بصبعي من المي. المي عادي حتى تقدر تستخدم المقطر، هو مجرد بس للتنظيف. وامرر بها الحافه هاي، راح يصير عندي فد بالحواف قطرات من المي على مود اثبت الشمبر بيها، اثبت الكفر على الشمبر. فراح اضعه بالمنتصف ضبط، المي راح يكون على هذا بين الشقين، على هذا المرتفع بين الشقين. راح اضع بهالطريقة بالوسط ضبط، راح يثبت الشمبر. الشمبر ثبت هسه. هسه عبد الرحمن يعطيني. ها هي عبد الرحمن. بعدين انشر بالجروف. عندي جروفين، هذا جروف وهذا جروف. فانا هذه البايبيت اخليها بالجروف. انتشر من الجروف الثاني. هاي انتشر، هاي نشرته هسه بالجهتين. اتركه المده الدقيقه تقريبا اللي عندي بالكاونت، يعني ليش؟ لان الخلايا تتحرك. هسه اذا اروح للمجهر راح ادري احسب شنو؟ احسب الكورنر.